السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات الثانوية العامة. هنكمل معاكم إن شاء الله معادلات الباب الثاني حسب طلبات بعض زمايلكم. طبعا بناخد معادلات بس، ما بنتكلمش كتير، لا حالة فيزيائية عشان ما نقولش المستر مش عامل لي حالة فيزيائية، لا أنا معتمد على الله ثم على المعادلات موزونة أو متزنة والترجمة الحرفية للمركبات اللي عندي، ده اللي أنا معتمد عليه. حكاية الخواص الفيزيائية أو الرموز مكتوب عليها إس ولا إكوس ولا ليكويد، دي موجودة في الكتاب عادي، مش مستاهلة إن أنا أعلق فيها. الراس أحمر أو كذا أو كذا أو كذا أو تصاعد كذا، ده برضو مش مركز عليه لأن المعادلات أنا بفسرها لكم بس عشان تعرفوا تحلوها. خلاص بقية المعلومات مكتوبة عندك بالنص في الكتاب وعندك بالنص في الكتاب. انا دلوقتي ماشي بترتيب كتاب المدرسة لان الامتحان ما بيخرجش من كتاب المدرسة، وبقولها تاني وتالت ورابع حتى في نماذج الاجابة واحنا بنصحح مكتوب السؤال ده في صفحة كذا في كتاب المدرسة. خلاص عشان برضو الموجه بتحاسب اللي بيحط الامتحان. خلاص يبقى الوقت هنا تفاعل نيتريت الصوديوم مع حمض الهيدروكلوريك المخفف، دي طبعا رقم 16 ونمشي بالترتيب كده ونراجع هذا الكلام في الكتاب. خلاص انا بسهل لكم بس الامور عشان تعرفوا تذاكروا وتحلوا الايه المعادلات، وبورقه وقلم زي ما قلت لكم شوفوا الحلقه اكتر من مره وسجلوا المعادلات بخط ايديكم كده في اي ورق فلوسكاب كده اهو، نظموها عشان تبقى سهله بالنسبه لكم ان شاء الله. رقم 16 ده الترتيب النهارده عندي في صفحه المدرسه او كتاب المدرسه صفحه 28، يعني بدايه النهارده من صفحه كام 28، الحلقه اللي قبل كده ما قبل ايه ال 28، يعني 27 و26. تفاعل نيتريت الصوديوم زي نترات الصوديوم بالظبط، ولكن بنقول ان O2 يبقى اسمها نيتريت مش نترات، نترات ان O3، وانتم المفروض شاطرين في هذا الايه الكلام. خلاص يبقى نبدا النهارده ان شاء الله. الصفحه هتبقى 30، صفحه 30 كتاب المدرسة، عندي نيتريت الصوديوم زائد HCl وطالب مني كده المعادلة، أنا بترجم المعادلة. ملاحظين إن ما حطيتش إيه مسافة هنا أو مش هحط أرقام لأن ده أحادي وده إيه أحادي، سهم بس ما انساش مخفف ضايل، عايز أكتبها بالعربي مخفف مفيش مشكلة، ضايل ضايل بس أكتب هذا الشرط لأن الشرط ده مهم بالمناسبة. طيب المعادلة ديت حلها عادي خالص، يعني ايه عادي؟ بصوا كده بنقول صوديوم وان O2 هنا H وهنا ايه Cl، بصوا كده صوديوم مع الكلور هيديني NaCl زائد حمض نيتروز، حمض ايه نيتروز HNO2، يبقى ده حمض نيتروز مش حمض نيتريك، ولذلك اللي جاي بعدها ايه مع اثر حرارة على حمض ايه النيتروز، وبالراحة خالص عشان ديت عايزين نفهمها، يعني صعبة؟ لا مش صعبة بس فيها تكة صغيرة كده، ادي حمض النيتروز HNO2 سهم وعليه حرارة اثر حرارة عليه، بناخد تلاتة وركزوا بقى التلاتة دي هشتغلها ازاي. طيب بالراحة بقى كده مع بعض، تلاتة H، تلاتة H خلاص. طيب هنا تلاتة NO2 يعني NO2 NO2 NO2، طيب عايزين نعمل ايه؟ هنجيب H هنا واتنين H هنا، طب لازمة الكلام ده ايه؟ ما نحفظها على طول، انتوا احرار عايزين تحفظوها احفظوها، انا بفهمكم المعادلة جت ازاي حسب طلباتكم برضو لان انتوا طالبين عايزين نفهم المعادلات اللي في الباب التاني. خلاص لان في ناس حافظينها صم وخلاص، ممكن اجي ساعه الامتحان ما انش عارف المعادله دي بتتحل ازاي، انا كنت حافظها ونسيتها وده الكلام اللي بيتقال. خلاص فبالراحه كده وبهدوء، احنا عملنا ان O2 في ثلاث سطور ليه؟ شوفوا الحاجه البسيطه اللي هعملها لكم. اولا هاخد ذره اكسجين من هنا لمين؟ ها شوفوا كده للاتنين هيدروجين مش واقفين منظره، يبقى انا خدت واحده من هنا بقت ان او، ركزوا معايا، يبقى اول ناتج طالع لي ايه هنا؟ اول ناتج طالع لي ميه. يا استاذ ما تخليها في الاخر زي ما معموله في الكتاب، لا احطها في النص في الاخر في الاول زي ما انا عايز احط، زائد ها ركزوا انا خدت ايه؟
اوه من هنا كان الناتج ايه؟ ان اوه. طيب ما انا هاخد اوه من هنا واحطها هنا لو بمزاجك يا استاذ. اه ما انا هقول بمزاجي ولا مش مزاجي، انا هاخد اوه هنا فعلا. ها شوف تبقى ايه من هنا؟ ان اوه. طب ما هو الاتنين دول يطلعوا وهم شاطب على دي وعلى دي. اه اتنين ان اوه، يبقى ده اسمه ايه؟ اكسيد نيتريك. والسؤال اللي بعديه مباشرة بيقول لي ايه اللي يحصل لو اتعرض اكسيد النيتريك للهواء الجوي؟ بيطلع ابخرة بنية من ثاني اكسيد النيتروجين. نعملها لكم حالا اهو. تاني اقولها تاني الحتة دي كده، ال NO2 خدت منها ذرة اكسجين لمين؟ الاتنين هيدروجين طلبها عشان تطلع مي وقد كان. طيب ال NO التانية خدت منها O، هضيفها على مين؟ على ال NO2. ليه يا استاذ؟ عشان ال H واقف مستنيها. اه يبقى يطلع لي حمض النيتريك. معادلة جميلة جدا جدا جدا. تاني خدت 3 من حمض النيتروز، هتلاقي المعادلة ماشية معانا بالراحة ومسكنها. معلش جزئية جزئية اقولها تاني لأهميتها، يعني ممكن تيجي اه ما اثر حرارة على حمض النيتروز خلاص بصراحة مهم. ها قلنا الاتنين اتش طلبت اوه من ان اوه تو الاولاني، اذا اصبحت ان او، والهيدروجين خدت الاكسجين وطلع ماي. ال ان او 2 خدت منها او. ها ليه؟ عشان اضيفها على ال ان او 2. ليه برضو؟ عشان الاتش مستنياه عشان تعطي حمض النيتريك. طب ما طلع لي ان او وان او، يبقى 2 ان او. طيب الحته اللي بعدها مباشره ال ان او، الاثنين ان او اللي طالعين، الاثنين ان او 2 اللي طالعين، ها لما يتضافوا ليهم او يتعرضوا لاكسجين الهواء الجوي من الغرفه بتاع المعمل، ها اتنين عامل مشترك وان اوتو، هي دي الابخره البنيه اللي طالعه. ابخره بنيه طالعه، اه لون بني طالع، هو ده المعادله اللي بعديها. نيجي المعادله الجميله واللي يعني عايزه شويه تفكير بسيط. انا كتبت المقدمه بتاعتها بس في الورقه. تفاعل نيتريت الصوديوم، ادي نيتريت الصوديوم واخد منه 5 مع برمنجانات البوتاسيوم. اتفضل يا استاذ، برمنجانات البوتاسيوم المحمضه بحمض الكبريتيك، يبقى حمض الكبريتيك معايا. بصوا بقى معايا كده 5 2 3، الارقام ده هي بس اللي نحفظها ونبدا شغل مع بعض بقى. ايه اللي احنا هنعمله هنا؟ نمشي خطوه خطوه. طيب بصوا معايا، لذلك انا سايب لها حته يعني كبيره شويه لان فيها شويه شغل. ايه اللي هنعمله؟ 5 ان ايه؟ يا ريت اللي معاه ورقه وقلم يجهزها ويكتب معايا. بصوا كده 5 ان ايه و5 ان او 2 ما فيهاش مشكله، حاجه طبيعيه. طب وبعدين؟ بالراحه برضو خالص. ها 2 كي 2 بوتاسيوم خلاص، و2 منجنيز، 2 بوتاسيوم و2 منجنيز، والاتنين في 4 ب8 ايه؟ اكسجين. شوفوا انا جبت الاكسجين فين؟ لان هيبقى فيه شغل الوقت. يعني ايه شغل؟ هنشوف. ها تعالوا بقى كده، 3 H2 و3 SO4. طيب بهدوء خالص كده عشان نشوف هنعمل ايه. طيب التلاتة H2 طالبة كم أكسجين؟ ها طالبة 3، يبقى ناخد 3 من هنا، يبقى 3 أكسجين مع الإيه؟ 3 هيدروجين. يبقى أول ناتج يطلع لي كده وأشطب عليهم 3 H2O، أدي أول ناتج، زائد ها باقي لي 5، 5 إيه؟ أكسجين. الخمسة أكسجين هيروحوا فين؟ هو أنت بمزاجك يا أستاذ؟ لا مش بمزاجي، بس بص الشغل ماشي إزاي؟ أهو. يبقى يطلع لي ايه؟ 5 يطلع لي 5 ان او ها 3. طب ال 5 ان او 3، ما هو ال 5 صوديوم مستنياها. اه اهي جميله جدا اهي. يبقى زائد 5 ان ايه؟ ان او 3 زائد. ها ركزوا بقى، اشطب على دي، اشطب على دي، على دي وعلى 8. نبص بقى الحوارات اللي باقيه. ايه هي الحوارات اللي باقيه؟ اولا انا عندي النواتج اللي باقيه ايه؟ انا عندي هنا المنجنيز، ها وعندي البوتاسيوم. اقولها تاني، البوتاسيوم هيستدعى او يستدعي
مجموعة كبريتات واحدة. ليه؟ لأن البوتاسيوم عندي 2 وهو أحادي، إذا محتاج واحدة كبريتات. طيب وبعدين؟ هيديني K2SO4، يبقى دي خلاص. زائد اللي تبقى من التلاتة كام؟ ها بصوا كده معايا، 2SO4. مين اللي مستنيهم؟ المنجنيز. خلاص يبقى المنجنيز ثنائي والكبريتات ثنائي، في 2 عامل مشترك، في 2 عامل مشترك، يبقى زائد 2 منجنيز وفيها مجموعة كبريتات، يبقى كبريتات ايه؟ المنجنيز. مهمة جدا جدا المعادلة دي بصراحة، لو هنعملها مرتين تلاتة اربعة ونراجعها مع بعض كده ونشوفها. خلاص يبقى الوقت هنا 5N بسرعة سريعة بقى تاني، ها لأهميتها دي مهمة بصراحة. خلاص وقلنا نترات صوديوم زائد كبريتات او برمنجانات البوتاسيوم، برمنجانات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتين، يبقى 5 2 3. الترتيب ده مهم اوي. اكسر كده، كسر 5 صوديوم و5 ايه نايتريت، 2 كي ها 2 منجنيز و8 ل2 في 4 ب8 اكسجين. شوفهم الاكسجين قسمناها 3 للهيدروجين لان 3 هيدروجين طلبها بالاسم اهي. اتفضل يا استاذ. اتبقى 5 جت مع مين؟ مع ال5 نايتريت عشان تبقى نترات، عشان تبقى نترات. خلاص يبقى النترات مع ال5 صوديوم، تمام نترات الصوديوم. طب وبعدين اللي بعدها على طول مباشرة نبص على البوتاسيوم كده، البوتاسيوم معروف اللي هو أحادي. خلاص فطلب من 3 كبريتات واحدة عشان يدي ايه؟ K2SO4. طب اللي ناقص المنجنيز ها والمجموعتين كبريتات اللي موجودين. طيب ايه اللي هيحصل؟ اهيات بالقلم الازرق، المنجنيز مع مجموعتين الكبريتات 2 عمل مشترك اهو، وطلع ايه؟ 2MnSO4. مهمة جدا جدا جدا. خلاص يبقى دي المعادلة رقم ايه؟ 19. نيجي للمعادلة رقم 20. المعادلة رقم 20 تفاعل كلوريد الصوديوم مع حمض الكبريتيك المركز الساخن. دي طبعا مجموعة حمض الايه؟ الكبريتيك المركز. طبعا حمض الكبريتيك دايما بنخليه جنب السهم، ما بنحطوش في الاول. يبقى كلوريد الصوديوم الاول، اتفضل يا استاذ، NaCl زائد حمض كبريتيك H2SO4. اكتب على السهم ايه؟ ها حرارة وكونك، لازم الاثنين دول. بص ده ثنائي القاعدية، الحوار اهو. اي معادلة تجيلي اكتبها الاول وظبط نفسك وظبط نفسك في الايه؟ في الحوار. ده ثنائي القاعدية وده احادي. احادي منين؟ كلور احادي والصوديوم احادي. يبقى انا لازم اول حاجة احط هنا 2 واشتغل بقى تكسير كده، هنا 2NA و2Cl ها 2H ومجموعة ايه؟ كبريتات. تمام. الصوديوم مع الكبريتات بسيطة جدا وجميلة، Na2SO4 زائد ها 2 عامل مشترك بيديني ايه؟ 2NaCl، 2NaCl. خلاص يبقى دي المعادلة اللي ايه عندنا. شوف الحتة المتتالية بتاعتها، اضافة النشادر لكلوريد الهيدروجين. نصيحة نعمل النشادر الاول. ليه؟ عشان اقول لكم طريقة سهلة جدا للاجابة على هذا السؤال. طبعا هنا ما فيش حرارة ولا فيه اي حاجة ولا خالص، يعني هنا ما نحطش حاجة خالص. خلاص يبقى بيكون سحب بيضاء مع زجاجة مبللة بمحلول ايه؟ النشادر. خلاص لان ده اسمه كلوريد هيدروجين مش حمض الوقت. خلاص يبقى الاتش سي ال ده خلاص بنقول اللي هو جاز، يعني غاز كلوريد الهيدروجين مش حمض اتش سي ال. بالراحه بقى كده نعمل ايه؟ زي ما بنعودكم في الحصص التاسيسيه في الكيمياء، بشيل علامه زائد وبضم الحروف كلها مع بعضها، بس شطارتنا الترتيب الصح، لذلك انا حطيت النشادر الاول. خلاص بصوا بقى كده، الان يا ترى لها مثيل هنا؟ لا، يبقى ان ها H3 لها مثيل هنا؟ في واحدة، يبقى بقت H4. ها اللي بقى ايه لسه؟ Cl. يبقى كلوريد الامونيوم يبقى سحب بيضاء من كلوريد الايه؟ الامونيوم. دي بتطلع تموجات كده في الانبوبة، شكلها جميل بصراحة، لان ديت معادلة مشهورة في الكيمياء. بعد كده تفاعل كلوريد الصوديوم مع نترات الفضة. كلوريد الصوديوم، اتفضل يا استاذ، NaCl
زائد كلوريد الفضة زائد نترات الفضة، فضة اي جي والنترات ان او 3. يلا كده كسر روابط المواد المتفاعلة. ها التفاعل ده بصراحة من التفاعلات المهم. ها صوديوم مع النترات يبقى ان ايه ان او 3 زائد الاي جي اللي هو الموجب مع كلور اللي هو السالب اي جي سي ال. حذاري ان هم عاملين سي ال اي جي، معلش مش هقول الشتم، احنا اللي بدي كيمياء بقولها دايما بالمناسبه في اي ايه محاضرات او دروس او اي حاجه. خلاص الكيمياء الموجب الاول، ها اللي على اليسار موجب واللي على الايه اليمين ايه موجب. خلاص بقولها تاني وتالت ورابع، لو حد فيكو عكس الكيمياء العادية، عادية كيمياء العضوية نشقلب فيها زي ما احنا عايزين مفيهاش مشكلة، لكن هنا لا، هنا ممنوع. الموجب دايما على اليسار، ها واللي على اليمين ايه، ولذلك مجموعة الامونيوم موجبة، ولذلك لما تخش في تفاعلات عندي بتبقى دايما ناحية اليسار لانها موجبة بتتبع اصول الشغل. خلاص يبقى دي بالنسبة لايه للمعادلة رقم 22. نيجي المعادلة رقم 23، تفاعل بروميد الصوديوم، تفاعل بروميد الصوديوم مع حمض كبريتيك مركز ساخن. فين بروميد الصوديوم يا استاذ؟ ده الصوديوم ترجمة حرفية، بروم يعني بي ار زائد حمض كبريتيك مركز ساخن H2SO4. يعني ايه كلمة مركز ساخن؟ يعني السهم كونك فوق وتحت ايه مثلث او حرارة. اشتغل نشتغل، هل نشتغل بالمنظر ده؟ يبقى انا مش فاهم حاجة في الكيمياء. ثنائي القاعدية يا أستاذ اكتب المعادلة ونعد يمين وشمال، نصيحة بلاش كده، بص بداية الايه المعادلة في الأول، ثنائي القاعدية ولذلك المعادلة اللي قبلها ايه ما حطناش حاجة، لأن دي أحادي ودي أحادي. منين يا أستاذ؟ ما مجموعة النترات أحادية ولذلك واخدة الفضة ايه عنصر أحادي، الصوديوم أحادي والكلور أحادي فيس تو فيس. تقعد تقول لنا كل شوية فيس تو فيس، اه وجها لوجه زي بعض، لأنه ممكن أعرف رمز الفلز وأعرف رمز المجموعة أو العنصر اللي على اليمين منين؟ من أي واحدة مشهورة فيهم. خلاص يبقى أيهما، يعني مجموعة الكبريتات معروفة في الكيمياء في أساسيات الكيمياء إن هي ثنائية، لازم تاخد اتنين هيدروجين يبقى تكافؤ الهيدروجين أحادي. طب الهيدروجين اتش اتنين ها ومتحد مع واحدة من الكبريتات يبقى الكبريتات ثنائية. خلاص ما هي دي أساسيات من اللي احنا هنبدأ نسجلها في الفترة الجاية إن شاء الله في كورس الكيمياء اللي هنحاول نعمله بإذن الله متوالي ومتتالي ورا بعضه، على أساس اللي عاوز بقى يظبط نفسه في الكيمياء في الأجازة ديت يشتغل معانا في الكورسات اللي هعملها بإذن الله. طيب نشتغل يلا. قبل ما اشتغل لازم افتكر إن في هنا اتنين، هو أنت حافظها وبتكتبها وخلاص؟ لا، احنا قلنا دي ثنائية، ثنائية القاعدية أولى ثانوي كيمياء، بلاش أولى ثانوي كيمياء، أولى إعدادي، مجموعة الكبريتات ثنائية واخدة اتنين هيدروجين، يبقى ديت معلش ثنائية لازم أحط هنا اتنين. يلا نشتغل اتنين إن إيه ها واتنين إيه بي آر، نشتغل هنا كده اتنين اتش وهنا مجموعة إيه اس أو فور. طيب عايز تعمل إيه يا مستر؟ بالراحة خلاص كده، هنا اتنين بي آر. ها اولا في قاعده معروفه هنا ان الصوديوم ها يتقدم للكبريتات وقد كان، ها يبقى الوقت هنا 2 ان ايه 2 ان ايه خلاص مع كبريتات اللي هنا يبقى 2 كبريتات صوديوم. طيب قبل ما نعملها عايزين نشوف كبريتات الصوديوم، يبقى 2 او الصوديوم ان ايه هنا 2 SO4 لان احنا قلنا دي ثنائيه خدت 2 ايه صوديوم، يعني الصوديوم هنا 2 هنا، لو حد سرح بقى وحاططها ها هنا يبقى المعادله كلها غلط في غلط. خلاص طيب هنا هناخد 2 عامل مشترك والموجب الاول اللي هو الهيدروجين والسالب اللي هو في مجموعه الهالوجينات ايه في الاخر، يبقى 2 بروميد ايه ها هيدروجين، بروميد هيدروجين. تعالوا بقى المعادلة اللي متكررة في 3 4 امتحانات سابقة، تفاعل بروميد الهيدروجين مع حمض الكبريتيك المركز. اه يعني المعادلة دي مهمة من بدايتها كده وبالراحة خالص، مش مهمة عشان صعبة، لا عشان فيها تكة صغيرة كده في الإجابة. بروميد هيدروجين اتفضل يا أستاذ، أدا بروميد الهيدروجين زائد حمض كبريتيك مركز H2SO4 سهم عليه كونك. طب وبعدين؟ هنحط هنا اتنين كالعادة لان ده احادي وده ايه ثنائي. يلا نشتغل بالراحة،
اتنين اتش ومجموعة كبريتات، ها اتنين اتش واتنين بي ار، اتنين بي ار حر طليق المرة دي بيطلع جاري، اتنين بي ار تو زائد، ها عندي هنا بالراحة كده نفكر في الباقي هنعملها ازاي. انا عندي البروم خلاص طلع، طيب الكبريتات شوف المنظر هنا هيديني ذرة اكسجينة وذرة اكسجين، هنا اكسجينة وهنا ايه ذرة اكسجين، معادلة جميلة انا قلت لكم فيها تكة، ها يبقى ده مية وده مية، يعني جزيئين مية، اتفضل يا استاذ، اتنين اتش تو او ادي مية زائد ما تبقى ايه اس او تو، يعني ايه اس او تو؟ معلش اس او تو غاز ثاني اكسيد الكبريت له رائحة نفاذة، سجلوا دي في الذاكرة عندكم لانها مهمة. يبقى طلع عندي ايه اس او تو، يبقى تاني اتنين اتش ها واتنين بي ار، الاتنين بي ار طلع لوحده خلاص ابخرة من البروم، الابخرة البرتقالية برتقالية حمراء خلاص، يعني خلط من اللون من البروم طلعت لوحدها هي هذه الابخرة، ها بص بقى الاس او 4 بصت على هيدروجين هنا وهنا، ده محتاج ذرة اكسجين وده محتاج ذرة هيدروجين، دي اديت له واحدة ادي مية واديت له واحدة ادي المية التانية، يبقى اتنين جزء مية، ها ما تبقى اس او 2 غاز ثاني اكسيد ايه الكبريت خلاص. اخر معادلة النهاردة في حلقة النهاردة تفاعل بروميد صوديوم زائد نترات الفضة AgNO3 خلاص، طبعا دي احادي ودي احادي مفيش اضافات، في كسر الروابط على طول و Ag موجب و NO3 سالب، الموجب والسالب دي مهمة يا جماعة في الكسر ليه؟ لان زي ما قلت لكم الموجب لازم يتحط الاول، يعني الصوديوم الموجب يتقدم للنترات، يبقى يديني ان ايه ان او 3 خلاص ترتيب طبيعي، الفضه هيتقدم للبروم يبقى اي جي بي ار، اي جي بي ار، دي كان اخر حاجه النهارده في حلقه النهارده، ما تنسوش الاشتراك معانا في قناتنا خلاص، وتعملوا مشاركه لزمايلكم في الجروبات اللي معاكم عشان كلنا نستفيد ونكبر القناه مع بعض، ونستمر ان شاء الله في المراجعات المتتاليه لغايه الامتحان ان شاء الله في الكيمياء وفي الأحياء، ونستمر مع الدفعات اللي بعد كده إذا شاء الله. مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة دمياط الجديدة، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.